ليفربول بيحقق الانتصار وعلى بعد خطوة واحدة وزي ما بيقولوا فاضل على الحلو الدكة علشان يحقق الانتصار، يا إما لامبرد يخدمنا بكرة ويكسب سيتي ونحسم اللقب، يا إما ليفربول يحسم اللقب قدام سيتي في الجولة اللي جاية. ليفربول قدم مباراة النهاردة نسيتنا مباراة إيفرتون وديربي ميرسيسايد كليا. فالنهارده هنتكلم في كل حاجه في ماتش كريستال بالاس وليفربول. قبل ما نخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. كلوب النهارده سابه من تأليف الماتش اللي فات وبدأ بالتشكيله الاساسيه، بدأ بأليسون قدامه جوميز فان دايك على الشمال روبرتسون بعد مباراه كارثيه من ميلنر الماتش اللي فات وخرج مصاب، ونزل الناحيه الثانيه ارنولد بيلعب بثلاثي في نص الملعب اندرسون وفرناندو موفابينيو قدامهم صلاح وماني وفيرمينو. الماتش بادئ ليفربول عايز يكسب خلاص، انا في انفيلد انا في ارضي، الماتش اللي فات قدمنا مباراه كارثيه ومباراه لا تذكر لليفربول، لازم الماتش ده نكسب. وده بان في كذا حاجه، اول حاجه الضغط العالي بتاع ليفربول، الضغط العالي بتاع ليفربول كان بيتقدم بشراسه، لعيبه ليفربول جعانه، لا احنا عايزين نكسب الماتش، ضغط 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 في كل حته في الملعب، سواء من صلاح سواء من ماني فيرمينو ثلاثي نص الملعب، في ضغط في ضغط كبير على لعيبه ليفربول. الماتش الحاجه الثانيه ليفربول كان مركز عليها انه يعمل ترابط بين الخطوط، ترابط بين خطوط المدافعين وبين نص الملعب ما بين الهجوم، كنا بنشوف كتير جدا فيرناندو بيميل على روبرتسون عشان يساعده في الحته الهجوميه، والناحيه الثانيه كنا بنشوف كتير جدا اندرسون بيميل على ارنولد عشان يساعد ارنولد وصلاح وفيرمينو وصلاح وماني بيعملوا مثلثات ناحيه الشمال ماني وروبرتسون وبنالدوم، ناحيه اليمين ارنولد وهندرسون وصلاح، وده كان بيشكل شكل ليفربول. ليفربول بيقدم مع الضغط العالي بيقدم كمان مثلثات على الجبهات وبيعمل جبهات سواء جبهه يمين او جبهه شمال علشان يروح بالكوره للجول. وكنا بنشوف الحاجه الثالثه بقى وكانت دي المفيده، ان فيرمينيو لما كان بيخرج بره منطقه الجزاء بنشوف يا اما صلاح يا اما ماني يا اما الاثنين في نفس الوقت بيخشوا جوه منطقه الجزاء. دي حاجه ما كناش بنشوفها الماتش اللي فات خالص، ما كناش بنشوف مثلا من امين وماني بيخشوا جوه منطقه الجزاء، لا كنا بنشوف الاثنين بره منطقه الجزاء. الماتش ده فيرمينيو لما كان بيخرج منطقه الجزاء اوتوماتيك صلاح وماني حافظين بيخشوا جوه منطقه الجزاء علشان يعملوا الدور الهجوم اللي بدل فيرمينيو. الحاجه الرابعه واللي كانت مهمه الفعاليه على المرمى، لعيبه ليفربول عايزه تجيب جول، عايزه تكسب الماتش. شفناها في الدقيقه 7 فيرناندو بيضيع كوره، بعد كده في الدقيقه 10 هيدرسون بيجيب كوره في العارضه، بيشوف فعاليه على مرمى كريستال بالاس، عايزين يكسبوا الماتش. شوطه من ارنولد فاول بيضيع، بعد كده بقى الفاول الحكايه بيفكرنا بجون في واتفورد من سنتين، جون معلم من ارنولد، بياخد الكوره بيحط الكوره بيروح تك لفه جميله جدا، بصراحه جون عجبني جدا من ارنولد، دخل جاب الجون الاول وخلاص ليفربول بيحط قدمه، اللي احنا جايبين جون، احنا المستحوذين، احنا اللي ماسكين كوره، احنا اللي بنتحكم في رتم الماتش سواء نعليه او نعديه، احنا اللي بنعمل كل حاجه في المباراه، فخلاص ليفربول بيحط رجل اللي هو نكسب الماتش ده. يعني في العاده ماتشات كريستال بالاس مع ليفربول بتبقى رخمه، سواء في ارض كريستال بالاس او في ارض ليفربول بتبقى ماتشات رخمه وماتشات رزله على ليفربول، لكن النهارده بنشوف ليفربول هو اللي مسيطر على كل حاجه بقى، وده ممكن راجع للياقه البدنيه بتاعه فريق كريستال بالاس، ان فريق كريستال بالاس نوعا ما برضه البدن بتاعه واقع، ان هو راجع من 3 شهور كبدنيا واقع في ظل ليفربول اللي بدنيا عالي جدا، ولا كانه غايب لعبت كلها فت، لعبت كلها مركزه، لعبت كلها عامله اداء مميز سواء بدنيا او فنيا. فليفربول بعد الجون الاول لا ليفربول ما هامتش، ليفربول ما هديش، ليفربول فضل يقدم نفس الشكل، الضغط العالي والمثلثات والفعاليه على المرمى وكل الكلام ده. كنا بنشوف ماني وصلاح عايزين يجيبوا جوان، صلاح بالذات عايز يجيب جون، انا عايز اجيب جون، بس ما فيش انانيه. في فرق بين انت تأنن عشان تجيب جون، وفي فرق ان انت جعان عايز تجيب جون بس برضه بتلعب بشكل جماعي. بنشوفها في ماني وبنشوفها في صلاح، صلاح كذا مره كان بيجيله كوره في ايده اللي هو يشوط لكن بيبص اللاعب اللي جنبه، ماني الناحيه الثانيه في ايده كتير جدا يشوط بس بيبص اللاعب اللي جنبه، دي كانت حاجه مميزه لحد ما جه جول لصلاح اتلعبت في ورا فان انهولت، فابينيو بيلعب كره في ظهر فان انهولت قبل نهايه الشوط الاول، بتيجي بصلاح بيستلم بصدره بيحطها في القريبه بدل ما يحط في البعيده، وبتيجي الجول الثاني ليفربول بعد كده بيخلص الشوط الاول. ليفربول بدا الشوط الثاني، قلت ليفربول ممكن الشوط الثاني يبقى اهدى شويه، يهدي شويه، يهدي الريتم، ما يبذلش كل مجهود عشان ماتش سيتي، بس ماتش سيتي لسه قدامه اسبوع تقريبا، عمرها ما تلعب، لسه هتلعب يوم 2/7، انت عندك اسبوع ممكن تريح فيه لعيبتك في ظل انت ما عندكش اف اي كاب، خرجت من اف اي كاب والكاراباو كاب برضه خرجت منه،
فانت عندك اسبوع تريح فيه لعبتك كويس جدا بقى خلاص. عشان كده الماتش النهارده كنا بنشوف ليفربول بيلعب بكل شراسه، حتى لعبه اساسيه ما خرجتش، مش شفناش لعبه اساسيه كتير خرجت الملعب، مش شفناش مثلا مانيه بيخرج، مش شفناش صلاح يخرج، مش شفناش لعبه اساسيه تقيله، شفنا بس ارنولد خرج، شفنا هندرسون خرج، شفنا فيرمينو خرج، شفنا لعيبه اللي هي ممكن تبقى بتتعب، لكن اللعيبه الاساسيه اللي هي بتفيدك في ارض الملعب ما خرجتش من الملعب، وده حاجه مميزه النهارده ان انت لعيبتك لا اللعيبه عندها فعاليه، عايز تجيب جون، عايز تكسب، عايزين ناخد الدوري خلاص، عايزين نحسب بقى مش هنفضل لحد اخر ماتشات الدوري، لا عايزين نحسب من دلوقتي عشان نلعب الماتشات الجايه بكل اريحيه، علشان على الاقل نبتدي بري سيزون في شهر 8 في ظل التشامبيونز ليج هيرجع في شهر 8، خرجنا للاسف ضد اتلتيكو، فانت عندك وقت بقى تلعب بري سيزون كويس جدا، تعمل اعداد للموسم الجديد بعد ما تنهي الموسم ده. ممكن لو حسمت اللقب سواء بكره قدام سيتي، تشيلسي يكسب سيتي وتحسم اللقب بكره، او او تحسم اللقب قدام سيتي في 2-7، يبقى عندك وقت كبير تبدا بري سيزون مثلا من بعد ماتش سيتي، خلاص بقى تبدا بري سيزون من بعد ماتش سيتي وتبتدي ان انت تجهز للموسم الجديد. فانت مميز انك كسبت ماتش النهارده، بس في الجول التالت بقى ده حكايه بقى، ده حكايه وروايه. انا قاعد كوره اتلعبت، فابينيو واقف نص الملعب لوحده، روبرتسون اداله الكوره، انا قاعد وقلت له واحده من بتاعه سيتي، واحده زي ماتش سيتي مثلا ماير دخل تك جول، هي ماتش سيتي تلك الاصل، تلك الاصل ماتش سيتي بتاع انفيلد بتاع الدور الاول بتاع 3-0، تلك الاصل الكوره جات له تك بوم جول 3-0، فابينيو بيسجل جول بعد اسيست لصلاح، بيسجل جول وبيقدم جول عالمي عالمي بمعنى الكلمه. بعد كده بعدها بشويه خلاص ليفربول بقى هو خلاص انا بس كسبان 3-0، انا ايه همتع نفسي، همتع نفسي بقى هبتدي ادي سيروهات، ادي ترقيصه مهاريه، ابتدي همتع نفسي بقى. التغييرات ابتدت تتعمل، نزل تشامبرلين بدل اندرسن، تخرج فيرمينو نزل مينامينو، كنا محتاجين نشوف مينامينو في المكان ده بس عايز ياخد وقت اطول، لو مثلا بعد حسم الدوري ممكن نشوف بقى مينامينو بيلعب في الشكل ده بدل فيرمينو، يلعب في المكان ده يجرب في المكان ده علشان الموسم الجديد ما نرميش مينامينو. سمعت اخبار اللي هو كلوب عايز يمشي مينامينو، بس يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، نفس الناس اللي شتمت فابينيو ونفس الناس اللي شتمت فيرمينيو ونفس الناس اللي شتمت كلوب لما كان بيعتمد على فابينيو وفيرمينيو لما جم ليفربول في الاول، هم الناس اللي بتشتم دلوقتي مينامينو وبتشتم دلوقتي كلوب عشان بيلعب مينامينو. فاصبروا على مينامينو، مينامينو مشروع لاعب كويس جدا، الناس برده كانت بتشتم في فابينيو وفيرمينيو اول ما جم، فانتوا اهدوا اصبروا، مينامينو لاعب كويس، مينامينو مش هيخش في منظومه، مش هيخش في منظومه بطل اوروبا ومنظومه الفريق المتصدر الدوري الانجليزي على طول كده، لا محتاج شويه وقت. فتصبر على مينامينو عقبال ما نشوف الموسم الجديد، يخش منظومه في الموسم الاول، الموسم الجديد بقى نشوفه بكره في البري سيزون او لما نحسم الدوري نشوفه بقى في المكان اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو يلعب مكان فيرمينيو، سواء لعب فولس 9 او يلعب كفيرويد. بس الجون الرابع صلاح عمل اسيست برده، يعني ادى ماني بقى يلا ماني جيب جون يا باشا، جيب جون يا باشا، احنا خلاص كسبانين 3 وانا جبت جون، خد بقى ايه الاسيست ده، راح ماني ار2 معلم معلم ماني برضو ماني يا جدعان، ماني برضو يا جدعان. بس قدمنا مباراه كبيره، ليفربول نسانا ماتش ايفرتون بمباراه كريستال بالاس، نسانا بكل حاجه، بالضغط العالي، بالمثلثات، بالاداء الجماعي، بالفعاليه على المرمى، باللعيبه اللي جعانه كوره، انفيلد انفيلد غير، سواء بجمهور او من غير جمهور، ليفربول بيقدم المتعه على الانفيلد. خلاص فاضل على الحلو تكه، فاضل على الحلو تكه، فاضل مباراه نكسبها سواء بقى مباراه سيتي او سيتي، يعني لامبارد لو كسب بكره سيتي يبقى عمل معانا واجب يعني. بس انا بصراحه كمصطفى مش عايز نحسم الدوري بكره، انا كمصطفى عايز نحسم الدوري ضد سيتي، انا عايز كده، انا عايز نحسم الدوري ضد سيتي بصراحه. فربنا يكرم، وفاضل على الحلو تكه، وفي الاول والاخر بنقرر انا في مباراه ليفربول وكريستال بالاس. قول رايك انت في الكومنتس، قول توقعك، هل الدوري هيتحسم ليفربول بكره بعد ما تشيلسي يتفوق على سيتي ويكسب سيتي، ولا ليفربول هيحسم الدوري في ماتش سيتي اللي كمان اسبوع ولا كمان اسبوعين، ولا يحسم الدوري بعد ماتش سيتي اصلا ولسه قدامنا شويه؟ قول لي توقعك في الكومنتس، ليفربول هيحسم الدوري امتى؟ ولو حابب الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وكمان عشان عايزين نوصل 2500 مشترك قبل نهايه 2020، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعت الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.